الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنتكلم فيها عن الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي وفن المؤامرات ونظرية المظلومية لدى النادي المنافس. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اذن حضرتك لايك، عشان في الفيديو ده تسريب بيفضح احد البرامج الرياضية على قناة كبيرة، للأسف فضيحة وكارثة في احد البرامج الرياضية هنتكلم عنها خلال هذا الفيديو. نخش على طول في اول فقراتنا. امبارح او اول امبارح شيكابالا، امام عاشور، كارتيرون، كابتن مدحت عبد الهادي، نجوم زملكاوية، أعضاء من الجهاز الفني لكارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، راحوا يدعموا فرقة الزمالك مواليد 2007 في التدريب الأخير والتمرين الأخير قبل مباراة الأهلي تاني يوم. لعيبة سخنت، لعيبة خدت الدفعة المعنوية، اللعيبة اتنحررت، وقد كانت النتيجة خسر الزمالك في عقر داره من النادي الأهلي 4-0. لا، في تطور. ما إمام عاشور خسر 5 فالزمالك خسر 4، عادي جدا، 4-0 أحسن من 5-3 على رأي خالد الغندور. ما شاء الله، أبناء النادي الأهلي وأشبال النادي الأهلي دايما بينفذوا مقولة هذا الشبل أو ذاك الشبل من ذاك الأسد أو هذا الشبل من ذاك الأسد، بشيلك بالأربعة وفي بيتك وفي عقر دارك، وقبلها بيتم عمل دفعات معنوية. كنت أتمنى أن شيكابالا يحضر مباراة الأربعة عشان يكون أكبر حافز للاعبي نادي الزمالك. طيب، معرفش ليه النادي الأهلي مفيش حد بيدعمه. النادي الأهلي اللي بالرغم ان شعبيته بتصل ل 70% من الشعب المصري، 70% من الجاليات المصريه في الوطن العربي كلها اهلاويه، 70% من الوطن العربي بيشجع ومحب للنادي الاهلي، وعلى الرغم من ده ما بنلاقيش حد بيساند النادي الاهلي في ازمته ومشكلته في كاس العالم للانديه، بالرغم ان النادي الاهلي هو ممثل لمصر. النادي الأهلي يعتبر النادي الوحيد بنسبة 99% و9 من 10 هو اللي بيشرف مصر في كل المحافل الدولية والقارية، وبالرغم من ده ما شفناش أي مسؤول رياضي مصري بيقف يساند النادي الأهلي ولو حتى بالكذب، ولا حتى بالكذب. يعني تفتكر أو تفتكروا معالي الوزير اللي ضيع وقته الغالي والثمين من اجل الجلوس مع لاعب عشان يقنعه انه يجدد لناديه ويطمنه ان النادي قاعد مش ماشي. لا، اوعى تفكر يا فرجاني انك ممكن الصبح تصحى تلاقي النادي دور وسخن ومشي وساب ميت عقبه وراح اي حته تانيه. لا يا حبيب، ما تخافش، النادي موجود، الكيان موجود، وبندعم استقرار النادي، وجدد وانت حط في بطنك بطيخة صيفية يا فرجاني. ما سمعناش تصريح من معالي الوزير انه بيدعم الاهلي في مشاكله ازماته بالنسبة للاتحاد الدولي ومشكلة كاس العالم للاندية. ما شفناش تصريح من اتحاد الكورة او هاني بوريدة او اي مسؤول كروي في مصر عن مساندة الاهلي، وكأن الاهلي يحارب في جبهة لوحده منفردا. كنت اتمنى ان اشوف حد يساند النادي الاهلي، لكن باذن الله انا بقول لك من دلوقتي يا اهلاويه اطمنوا. انا بقول لك من دلوقتي في ظل الظلم اللي موجود في اختيارات كيروش، في ظل الاداء السيء لكيروش، في ظل حاله الحب والكره والاختيارات اللي على الهوى والكيف والكوسة اللي شغالة في المنتخب، انا بقولك اقصى وتحدى اقصى امال منتخب مصر دور الثمانية، لن يتخطى دور الثمانية. واتحدى اي حد اهو، شوف انا قدام الحتة دي قرعة،
هحلقها اقرع خالص لو منتخب مصر تأهل من دور الثمانية. يا رب مصر تكسب البطولة، بس الواقع والورق بيقول والمعطيات بتقول ان احنا بره دور الثمانية اصلا، ان احنا بره دور الثمانية اصلا. يا رب منتخب مصر يكسب البطولة واحلق اقرع خالص، بس انا بقول لك المقدمات دايما بتؤدي الى نتائج، ومقدمات منتخب مصر مع الفاشل كيروش ستؤدي الى الفشل في امم افريقيا. ربطة الأندية عملت حاجة غريبة ومريبة. فاكرين قبل كده في الأسبوع الرابع أو الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز، أول ثلاث أسابيع كان اكتساح لنجم الجولة ونجم الأسبوع، دايما كان بيتم اختيار لاعب من النادي الأهلي، وده بفضل التصويت، لأن التصويت الشعبية الجارفة الأهلي. بعد كده راحوا مدينها لأحمد رفعت بالكوسة والحب والاهواء، لان احمد رفعت بيمثل فيوتشر، فعايزين نظهر فيوتشر حبه يعني. ده حتى رئيس الرابطه يعني من الناس بتوع فيوتشر، لازم يكون في لينا مستقبل يعني. فقلنا ماشي، بالرغم ان 90% او 85% من التويتات بتاعت التصويت كلها كانت تقريبا حمدي فتحي في الوقت ده، ولكن كسب احمد رفعت. ماشي يا سيدي، النهارده الاتحاد او الرابطه، رابطه الانديه، بتعلن فوز اشرف بن قلبي بلاعب الجوله السابعه. اهو خلي بالك، لاعب الجوله ايه مكتوبه قدامك؟ الجوله السابعه اهي، هكبرها لك شويه اهي عشان تبان عندك. لاعب الجوله ايه؟ السابعه. اولا اشرف بن شرقي في الجوله السابعه اللي هي كانت مباراه الزمالك والمقاولون العرب، كان اداء اشرف بن شرقي زي الزفت في المباراه دي. أشرف بن شرقي ظهر بشكل جيد في مباراة غزل المحلة اللي في الجولة الثامنة، فاتحاد الكو أو الرابطة ادت أشرف بن شرقي جايزة مقدما. الجولة السابعة بقول لك مستواه بشهادة الزملكاوية كان تحت المستوى دون المستوى. وبالرغم من كده عايز أقول لك إنك لما تخش على الكومنتات بتاعت التويتات بتاعت التصويت، 162 صوت للاعب النادي الاهلي اكرم توفيق، 162 صوت. باقي اللعيبه اللي كانت مرشحه في التصويت 161 صوت، يعني تصويت الاهلاويه للاعب الاهلي واخد اكتر من 50%، في حين ان باقي اللعيبه واخدين 50%. عفوا، ما كانش اكرم، كان احمد عبد القادر. احمد عبد القادر في ماتش فيوتشر الجمهور اختار احمد عبد القادر، هو نجم الاهلي في المباراه دي ونجم الجوله كلها. لكن رابطه الانديه قال لك لا، ما ينفعش نزعل الزملكاويه مننا. لا، الاعلام احمر يا جماعه، لكن الزمالك، الزمالك دايما مظلوم، الزمالك دايما في مؤامرات. انا بطالب رابطه الانديه، طالما الموضوع ماشي بالحب والكوسة زي ما احنا ما بنقول، الغوا التصويت. ايه لازمته التصويت طالما انت ما بتحترمش اراء المصوتين؟ للمرة التانية انت بتختار حاجة غير ارادة الجمهور، يبقى ايه لازمتها؟ طالما هنمشيها بالحب يبقى ملهاش لازمة تعمل تصويت. وبطالب كل جمهور النادي الاهلي المحترم، بلاش تتفاعلوا مع مثل هذه الاشياء المسيئة للرابطة قبل ما تكون مسيئة لأي حد تاني. طيب، تعال نروح لموضوع آخر. الفرق بيننا وبين جمهور الزمالك إن إحنا بنقول الحق، حتى لو على اللعيبة بتاعتنا، حتى لو على اللعيبة بتاعتنا. لو جيت سألت أي واحد أهلاوي أنت مبسوط من مستوى قفشة الفترة الأخيرة، هقول لك لا، هقول لك والله قفشة الفترة الأخيرة مش مركز، قفشة قد يكون مرهق مجهد، لكن مش ده قفشة، مش هو ده قفشة اللي كان بينيم الدنيا ويكسر الدنيا. لا، مش هو قفشة، وهو قفشة نفسه عارف ان هو مش هو قفشة، مش هو ده المستوى بتاعه. لكن في نفس الوقت لما تيجي تقارنه مع عبدالله السعيد، لا، مفيش مقارنة اصلا يعني. في حين ان نادي الزمالك بقى، جمهور الزمالك عارفين ومتأكدين ان طارق حامد، مع احترامي الكامل للشخص، انا هنا ما بنتقدش اشخاص، انا بنتقد فنيات، لا يصلح لمنتخب مصر، لان في ناس افضل من طارق حامد في المنتخب. لما يكون عندي النني لاعب ارسنال الانجليزي، لما يكون عندي حمدي فتحي
احسن لاعب خط وسط دفاعي في مصر كلها، لما يكون عندي مهند لاشين، لما يكون عندي عمرو السلاية، اللعيبه دي كلها، وفي الاخر تطلع تقول لي لك الله يا زمالك، لا ده انت بقى لا مؤاخذه يعني، لا يا جماعه حاولوا تقفوا مع نفسكم شويه كده، وتكل يعني حاسب نفسك بنفسك بدل ما حد يطلع يحاسبك. انتقد اللعيبه بتاعتك، بلاش تعملوا اصنام من العجوه وتاكلوها في الاخر وتلبسوها. لاعب مش في فتره من الفترات مش في الفورمه بتاعته، اي لاعب في العالم ميسي نفسه بيوصل في فتره من الفترات لاعلى كيرف واعلى القمه بالنسبه له في الكيرف بتاعه، بعد كده بيبدا الكيرف ينزل عشان يبدا يطلع للصعود تاني. طارق حامد خلاص عامل السن الكيرف بتاعه في الهبوط، ما ينفعش النهارده يبقى اللاعب الكيرف بتاعه نازل واطلع اقول لا ده احسن لاعب في مصر. يا ابني احسن لاعب في مصر مش بالاهواء ولا بالانتماءات ولا بالحب والكره والكلام ده كله، نفسي تعملوا عقلكم في اختياراتكم. تعال نروح للاخ ابو عشم. ابو عشم مات يا باش مهندس، مهندس يحيى الكومي، الراجل الطاهر، الراجل الطيوب، قالك ايه؟ قالك تقدمنا باكثر من عرض للنادي الاهلي من اجل التعاقد مع لاعبين، لكن النادي غير متعاون معنا. اتمنى من إدارة النادي الأهلي أن تستمر في تجاهلها لطلبات نادي الإسماعيلي. هو أنت ابن العم ما رحتش ليه لولاد العم تطلب منهم لعيبة طالما العشم واكلك كده قوي؟ ما هو لو هنتكلم بالعشم يا باش مهندس، كان الأولى بيك تروح لبتوع شيلونجو، دوري شيلونجو. ما رحتش ليه لبتوع الزمالك وقلت لهم يا جماعة يا زملكاوية يا طيبين يا حبوبين يا ولاد العم يا كتاكيت، عايزين منكم 2-3؟ طب ما تطلع يا باش مهندس تقول للناس على الملأ بتوع الزمالك ردوا عليك قالوا لك ايه لما انت طلبت؟ قال لك اللي يحرم اللي يطلبوا البيت او اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. ما قالوش ليك كده؟ جاي انت النهاردة، ده انت يا راجل من يومين طالع على لسانك انت، بلسانك انت بالصوت والصورة، قلت انا بشكر الكابتن الخطيب وبشكر خالد مرتجي اللي قالوا لي اللي انت عايزه تعالى خده بس اقنع اللاعب. لكن نادي الاسماعيلي لانه فشل في اقناع اللعيبه وطلب طلبات لا يمكن القبول بيها، يعني النهارده تخيل انت، انا جاي اشحت منك، انا كمصطفى جاي اشحت، جاي استجدي، فجاي اقول لك والنبي يا استاذ محمد والنبي اديني كيس سكر لحد ما اجيب التموين، او ربنا يكرمني بعشرين جنيه اشتري كيس سكر، بس يا ريت يكون سكر فاخر، اصلا انا ما بحبش اشرب الشاي اللي بالسكر المستورد. انت جاي تشحت وجاي تشرط ولا ايه؟ انت جاي بتستجدي وتمد ايدك وتقول لي عايز سكر مستورد؟ النهارده احد الانديه عايز لعيبه من النادي الاهلي، مش بس كده، يا ريتها جت على قد كده كنا قلنا عادي اي نادي من حقه يطلب لعيبه، لا ده انا عايز اللعيبه دي واخدها بنيه البيع النهائي. يا نهار اسود، لا ده انت كده تخطيت حدودك. يا تخيل انت كده اجي اقول لك ايه والنبي يا فلان، النبي محمد يا اخويا ما تديني كرسيين بس عشان عندنا ضيوف وبتاع، فيقول لك عينيا يا حبيبي تسلم خد اللي انت عايزه. طب معلش بس يعني يا ابو حميد، ممكن يعني كرسيين لو عجبونا ناخدهم عندنا على طول؟ لا بقى، ما تيجي تاخد البيت احسن، تعالى يا عم نكتب لك الاهلي على اسمك انت والنادي بتاعك، وخد اللعيبه وخد النسر وخد كل حاجه. لا يا باشمهندس، ابو عشم مات، روح لاولاد العم وخد منهم اللي انت عايزه يا باشا. تعالى نروح للفضيحه اللي قلت لك عليها. النهارده في برنامج بتاع سيف العاهر الفاجر اللي بيطلع يقول لك بص في ورقتك يا استاذ، بص في ورقتك فاضل 5 دقايق ونلم الورق. هذا البرنامج اللي بيثير الفتنه ويثير التعصب بين الجماهير، واللي بيطلع في رساله وستاره يضحك على الناس يقول لهم احنا بننبذ التعصب، وهو في اساسه مكمن التعصب والفتن. عايز اقول لك النهارده
ان الطرف الاخر اللي كان بيطلع مع الجرجيري، عارفين ابو لمع الجرجيري، الطرف التاني الاهلاوي اللي كان بيطلع معاه، قال لك الحلقات كلها مسجلة، الحلقات اللي بنطلع فيها قدام بعض دي بتبقى مسجلة. ليه يا عم في ايه؟ قال لك الجرجيري بيقول حاجات ما ينفعش تتقال على الهوا، بيقول الفاظ تحبسنا تقفل القناة، عشان كده الحلقات بتبقى مسجلة وبتطلع في المباشر. يعني ايه؟ يعني كل الضحك اللي انتوا بتعملوه ده بتضحكوا بيه علينا؟ قالك الشد والجذب ويلي ومش عارف ايه، وبتقعدوا تقصفوا جبهات بعض، دي حاجات مسجلة، يعني تمثيل، تمثيل في تمثيل، ولو ما عجبش المخرج نرجع نعيد اللقطة. قالك قالك ابو لمع الجرجيري ما يقدرش يطلع في المباشر يتكلم قدامي لانه بيقول حاجات فضيحة، لو طلع على الهوا في قصف الجبهات ده بيقول الفاظ تحبس. فعشان كده احنا بنلم الموضوع مسجل وبعد كده نطلع كأنه بس مباشر. عايز اقول لك النهاردة كابتن حسين لبيب ردا على تصريحات شيكابالا والعقد المزور والتلاعب في عقد شيكابالا، قال لك شيكا قابض، قال لك بشيكا بينفذ تعليمات ناس معينة، ومزقوق وعيب لما يكون كابتن الزمالك يكون بياخد اوردرات، وعيب ودي اساءة للنادي، وفي مؤتمر صحفي هنوضح فيه كل حاجة للرأي العام ولجماهير الزمالك. يعني ايه يا استاذ؟ يعني انت عايز تقول ان شيكابالا بيكذب؟ لا، لا اتوقع بصراحة، لا اتوقع، لا اتوقع ان شيكابالا بيكون بيشتغل جمهور. يا جماعة عيب، عيب ان شيكابالا يكون بيعمل تمثيلية، عيب ان شيكابالا يكون بيعمل فيلم مسرحية عشان يلبس الجمهور الطاقية، عشان يضحك على الجمهور. في حكمة بتقول تعلمتها في أولى ثانوي في الفلسفة ولسه حافظها لحد النهاردة ولسه بعمل بيها في حياتي كلها، من الحكمة ألا نطمئن لمن خدعونا أو اشتغلونا أو عملوا أفلام ومحاورات علينا ولو مرة واحدة. تبقى أهبل وعبيط لو صدقت حد ضحك عليك مرة واحدة، اوعى تصدقه تاني. ما اعتقدش ان شيكابالا كذاب يا استاذ حسين يا لبيب، شيكابالا رمز واسطوره حيه لجماهير الابيض. شكرا ليكم، سلام عليكم.